سيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم. برعاية وحضور دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني المحترم، يتم في هذا اليوم المصادف 12 من شهر نيسان لعام 2023 التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق وبرنامج الأمم المتحدة في العراق UNDP لتيسير التعاون والشفافية ومكافحة الفساد في العراق. يوقعن حكومة جمهورية العراق مدير مكتب دولة رئيس وزراء السيد أحسان ياسين العوادي، وعن برنامج الأمم المتحدة للماء في العراق الممثل المقيم السيد أوكي لوتسما، فليتفضلوا بالتوقيع. Please.